I
تكون أزرق لكن سخنة ويحط في الفرن لين يوصل لدرجة من السمنة الأسود تكون قوي جدا وتجيب حتى السمنة الكبار. إذا هذه خلطة خاصة قلت له يمشي قدامنا على ورا زي كذا. يعني المراحل ولا اقول لك ده مسجل الكلام ده. ده الماتكس بقى اللي بيجي جاهز وبعدين بيخش على الماتكس بتيجي رولات. طبعا احنا في كرة القدم بيكون في دبل باكينج يعني طبقتين اللي انت شفتها اثنين تغزل عشان تكون اقوى لانه هذه المادة مع البرد ممكن في اللاندسكيبنج نحط طبقة اسمها جوتيك ستايل. هذه طبقة هذا اللي انت بتعبيها. ايوه هذه المادة بتكون بتكون بتدي ثبات اكثر للنجوم. Gracias.